مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كنتواجدوا أمام محكمة ابتدائية بالمحمدية في موضوع يتعلق ومرتبط بشكل كبير بالموضوع اللي عدد كبير من المغاربة كيتبعوه، الجنس مقابل النقط. مشاهدينا الكرام، موضوع جديد ديال أستاذ اللي حاليا تم الاعتقال ديالو في نفس صك الاتهام اللي كنشوفوه في ملفات أخرى تتعلق جنس مقابل النقط. مشاهدينا الكرام، معايا أستاذة مريم إدريسي، محامية بهيئة الدار البيضاء، محامية كفأة وكذلك حقوقية، تناضل وتدافع بشتى الطرق المشروعة والقانونية من أجل تبيان الحقيقة وكذلك الدفاع عن المرأة والفتيات اللي لهم الحق أنهم يكونوا نساء فاعلات في المجتمع بطريقة موضوعية وديمقراطية، وكذلك يصنعوا القرار شأنهم شأن أي رجل. إن هناك بعض السلوكيات في البعض مثل هذه الملفات لهم رأي آخر. غادي نشوفوا الملف مع الأستاذة. أستاذة، هذا ملف في أستاذة هو جامعي تعتقل نفس العلاقة قريبة مع الملف اللي كنشوفوا ديال السطات، كيفاش أستاذ؟ قضية الجنس مقابل النقاط، وأسميتها في إحدى المقالات النقط المنقولة جنسيا. تعيشنا مع هذا الملف في سطات وفي مدينة وجدة وطنجة والرباط والدار البيضاء، واليوم نحن بالمحمدية. شخصيا أنا يعني أزرت ضحايا أو كنت أنوب عن ضحايا الاعتداءات الجنسية بمدينة سطات. اليوم بطبيعة الحال حضرنا لهذا الملف ديال المحمدية بالنسبة لنا أولى الجلسات. القضية بالنسبة لنا هي قضية نضالية، قضية حقوقية من أجل مجابهة الاعتداءات الجنسية، ولا سيما التحرش الجنسي اللي ولا يعني مسألة عادية وطبعوا معها المغربيات والمغاربة على أنها حق للرجل. يعني متى كانت هذه المرأة كتلبس واحد اللباس معين أو أعطاها الله سبحانه وتعالى واحد القدر من الجمال أو أنها كتقلب على طموحها ولا كيدخل فيه التحرش اللي هو أنا كنعتبره ماشي تحرش، كنعتبره التجار بالبشر، لأنه ملي كتولي كتعطيني النقطة مقابل الجنس هذا متاجرة بشرفي بعرضي بكرامتي بسمعتي بمستقبلي بشهاداتي بالحياة كلها. تصور الحياة ديالي كلها كتولي بين يدي واحد الشخص اللي يقدر يسقطني أو يدير لي محضر ديال الغش كما تعايشنا مع هاد الواقعة في مدينة سطات. اليوم كنلقاو بأنه كاين ابتزاز، يعني إما تكون علاقة جنسية أو لا تحصلين على النقطة المناسبة، أو أنه نعطيك واحد النقطة كبيرة أكثر من ما تستحقين مقابل أنك تعطيني واحد العلاقة جنسية. وبالتالي في كلتا الحالتين يعني الامر مؤسف ومخزي. اولا مؤسف ومخزي، علاش؟ لان ملي كتعطي نقطه لواحد الشخص ما كيستحقهاش، واحد السيده ما كتستحقهاش لانها شرات ديك النقطه بعلاقه جنسيه، هذا كيعطيك واحد الاطر غير حقيقيه اللي حنا في المجتمع ديالنا الوطن ديالنا يعول على اطر خريجي الكليات والمعاهد والمدارس العليا باش ينحقوا التنميه داخل هذا البلد. ملي كتعطيني اطر غير حقيقيه، يعني اطر غشات وشرات النقطه بالمبالغ، يعني راه كيحتمل الفساد ديال الفساد المالي داخل هذا او بالجنس او لا كتساهم في تحطيم الرأسمال البشري من خلال هذيك الشريفة العفيفة اللي كترفض وكتحرمها من المسار ديالها وكتحرمها من النقطة ديالها الحقيقية، وبالتالي كتساهم في تخريب الرأسمال البشري. يعني سواء كتعطينا أطر غير حقيقية وبالتالي كتخرب الرأسمال البشري، سواء كتخرب الرأسمال البشري ملي كتسبب للناس في عقد نفسية وكتحرمهم من الدبلومات والشواهد. هذا يعني السيناريو المبسط لما يمكن أن ينتجه هذا السلوك من آثار وخيمة على المجتمع. ولكن خاصني نمرر الرسالة أيضا أن الأساتذة الجامعيين اللي هما كيبقاو بشر وحنا كنحترموهم، حنا خرجنا من الكليات أنت كذلك وأغلبية يعني الناس تخرجوا من الكليات وكنعرفوا شنو هو الأستاذ الجامعي. الأستاذ الجامعي هو واحد يعني واحد القمة، كنمشيو حنا من التعليم الابتدائي تعليم ثانوي اعدادي ثانوي ثم كنمشيو الكل كيبان لنا داك القمه اللي كنوصلوا لها باش كنتخرجوا وعلى يدو كنفهموا المجتمع وكنفهموا شنو هي احتياجات المجتمع. وكنقول بان الاساتذه الجامعيين هم صناع العقول وهم الذين يساهمون في انتاج النخب داخل هذا الوطن، وكنوجه لهم التحيه والاحترام والتقدير. وانا كاينين الاساتذه اللي قراوني نشوف دابا شي واحد فيهم نمشي نبوس له يده
ونبوس له راسه، لانه هو في مكانه الاب. وانا هنا كنمرر رساله للاستثناءات التي لا يقاس عليها لبعض الاساتذه الجامعيين، كما هو الحال عند بعض الصحفيين، كما هو الحال عند بعض المحامين، كما هو عند الحال عند بعض يعني القليل من القليل في كل مهنه مهنه. كاين استثناء، كاين بشر يسمح لنفسه بالخطا. هذه ما كاينش شي واحد منزاح حيت انا وليت محاميه فهذا يعني انني لن اخطئ. ممكن ان اخطئ لانني انا صحفيه، لن اللي مستني كتعلق بحريه الراي والتعبير، لا انا استاذ جامعي اللي مسني وتصفيت حسابات لاني ما عطيتش نقطه، لا كاين قضاء سيمحص هذا المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. القضاء سيمحص، القضاء سيقوم بمهمته، اذا ثبتت براءته حنا اللي غنمشيو نبوسو ليه الراس. ولكن اذا كان معتديا فهذه معركتنا التي تبنيناها واخذناها على عاتقنا، معركة من اجل التصدي لظاهرة الاعتداءات الجنسية التي يحاول المجتمع للاسف الشديد ان يبررها ويحاول ان يحمل فيها المسؤولية للضحايا. وهذا ما يؤلمني كمحامية، لانني حينما انصت لاني الضحايا وامسح بيدي الدموع ديالهم كنعرف حجم الالم اللي ما وصلش للمجتمع. ولهذا حنا مجموعة اللي خدينا على عاتقنا ان هذه معركة ديالنا وهذا بلادنا، وحنا باغي نصلحوا بلادنا وغنبقاو في هذه المعركه شاء من شاء وكره من كره. نعم استاذ، نعلم جيدا انه هذا الملف يلا استاذ جامعي تم الاعتقاد ديالو في الموضوع، طبيعه الحال سريه البحث امور اخرى، انت اجدر واحق في هذا الموضوع. الا كان شي ملخص بسيط لانه كان سبب هو الحضور ديالك. الواقعه كتعلق بالابتزاز الجنسي وان النقاط اللي تعطاو نقاط سيئه في البدايه على اساس انه من بعد تيقول لها الا بغيتي نعطيك نقطه جيده خاص تكون يعني تلميحات، عطات تلميحات انه الا بغيتي نقطه جيده خاص تكون بيناتنا علاقه. وهذه ما فيهاش غير هاد السنه، كاينه واحد الضحيه اخرى تم الاستماع اليها كمصرحه في 2015 ورا سيتم يعني سنلتمس محكمه استدعاء كشاهده، لان 2015 كتعرف اذا كانت الا بقينا في سياق التحرش الجنسي فقد تقادمت، لان التقادم الجنحي هو رباعي يعني 4 سنوات، وبالتالي يمكن الاستماع اليها. وهناك ضحايا يعني اخريات، احنا بصدد التواصل مع الضحايا باش نعرفوا يعني باش نكشفوا المستور ونساعد الضحايا الخروج من مركزهن كضحايا الى مركز الناجيات، لان هذا امر واجب وجلل ماشي غير عندنا حنا كمحامين، عند المجتمع كامل. هنا استاذ بقى عندي شق اخير يتعلق، انا كنعرف استاذه مريم حقوقيه بشكل كبير، النداء والرساله ديالك لفعاليات المجتمع المدني من اجل التاطير والتكوين والدفاع على الفئات اللي كتقدر تتعرض لهذا مثل هذه الملفات. انا اقول ان المجتمع المدني راهو موجود اليوم، انا موجوده في اطار المجتمع المدني، والمجتمع المدني يقوم بواجبه، ولكن باش نبقى في اطار النقد الذاتي انا ما غاديش نمشي الجمعيات اللي كنشتغلوا معاها واللي كنشتغلوا تحت مظلتها والمجتمع المدني يعني بصفه عامه، يعني كنقول المجتمع المدني راه اوسع من مصطلح الجمعيه، يعني كل من له يعني اهتمام بهذا النوع من القضايا، لان هذه القضايا قلت لك راه خطيره، راه هضرنا على الاثار، راه قلت لك راه تؤثر في تنميه، يعني ماشي موضوع عادي، يعني اي جمعيه ممكن تدخل فيه، ماشي بالضروره تكون جمعيه نسائيه ولا جمعيه الضحايا ولا. اطرنا قداتي باش نرجع للنقطه، يمكن لي نقول لك نحن مقصرين، حنا المغربيات والمغاربه مقصرين بزاف حق بلادنا، حنا مقصرين وما كنديروش الخدمه اليوميه بحرقه وبوطنيه كيف ما خصنا نديروها كل يوم. حنا ولينا كنتراجعوا، وللاسف الشديد ان العمل ولا منحصر في اطارات ضيقه بدون جراه مطلوبه. اليوم خاصه يكون عندنا بكل يعني قوه مطالب مسطره واضحه ومذكره ترافعيه قويه، وكيخصنا نحرجوا الحكومه ونهدموا يعني كل ما ضمن ببرنامج حكومي لا يستحضر معاناة الضحايا ومعاناة النساء داخل هذا المجتمع، لأنهن نصف المجتمع. والطريقة باش كنشتغلوا اليوم اللي أنا كنعتبرها اليوم طريقة كلاسيكية يجب أن يعاد فيها النظر، لأن كاين متغيرات دولية وكاين متغيرات بيئية وثقافية وسياسية واقتصادية، وأهم متغير هو ما بعد جائحة كورونا وما عرفه العالم من يعني ارتفاع في الاسعار، من مشاكل اجتماعيه، من مشاكل اقتصاديه. اليوم كيخصنا نقلبوا على استراتيجيات تلائم وتناسب هذه المتغيرات، وعلينا ان نكون اكثر جراه. وانا خديت على عاتقي كمحاميه يعني خارج الاطار الجمعوي اللي انا دائما فيه، وبنت انا بنت العمل الجمعوي تربيت فيه،
وكتربيت فيه لانني اؤمن بان قضايا المجتمع هي قضايا تخصني وتخص ابنائي ومستقبل هذا الوطن. ولكن انا كمحاميه خديت على عاتقي ان قضايا الاعتداءات الجنسيه وان ضحايا الاعتداءات الجنسيه هي اولى الاولويات بالنسبه لي. هذه اعتبرها جزء من رسالتي الانسانيه. استاذ الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا استاذه تناقش بشقين، الشق القانوني بطبيعه الحال هي محاميه ولها في المجال بطبيعه الحال بحكم التجربه الواسعه ديالها، وكذلك كحقوقيه الشق الاجتماعي له دور كبير. مشاهدينا الكرام، المجتمع المدني هو شريك مع المؤسسات، والرساله واضحه ديال الاستاذه حول ما امكن يكون تكتل الجهود بيننا من اجل الاحتواء على مثل هذه الوقائع. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف مع الاستاذه، سوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.